الخطا، ترجع من الدفاع العراقي، يمشي هوار، لا تهدى الكره تيموران خطيره، ما فيش اوفسايد، يا ساتر. التعادل الايراني، التعادل الايراني، ايران تتعادل، ايران تتعادل في وقت الكلام يا سيتكا، في وقت الدردشه يا سيتكا، في وقت ذكرتك كلمتك يا سيتكا. مع ايران ما تلعبش بالنار، لا تركن للدفاع، انهم الايرانيون. رجعت امبراطوريه الكره الايرانيه من خلال التعادل لفرحه انصار، لفرحه الشعب هناك. اذا هدف العراق، هدف ايران في ماتش الليله، في قيمة السهرة الكروية في آسيا. شوف تيموريان، خطأ قادم من هوار، إمكانية للسبعة والحية ما ترحمش، ينطلق غلام رضاي لاعب بيرسوبوليس ويتعادل في آخر دقيقة عن الشوط الأول. المباراة تتغير، الأروقة ستتبدل الآن. هدف قاسي جدا في الدقيقة 45، الفريق العراقي يقبل التعادل، نفسيا سيء جدا، يوجع برشا في الكرة انك تقبل هدف تعادل وانت على ثواني ولحظات من دخول حجرات الملابس بالهدف.